أهلا بكم مشاهدي الكرام. أستقبل اليوم في برنامج آخر كلام السيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، ويحضر معي كالعادة زميلي محمد إيوان غان من جريدة الخبر وعبد الكريم غزالي من جريدة لا تريبين. أهلا بكم ضيوفي. قبل أن نبدأ الحوار مع السيدة صالحي نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل أحمد قارة. ولدت نعيمة صالحي سنة 1966 بعنابة، تلقت دراستها الثانوية والجامعية بقسنطينة، أين تحصلت على شهادة ليسانس في الحقوق، كما عرفت بنشاطاتها الأدبية. أسست سنة 2002 جمعية روافد للاتحاد الوطني، وفي سنة 2003 أسست المنظمة الوطنية للإطارات من أجل الجزائر قبل أن تعرج للدفاع على حقوق المرأة، حيث أنشأت المنظمة الوطنية للمرأة الجزائرية سنة 2006. وكانت بداية نضالها السياسي من حزب جبهة التحرير الوطني سنة 2003 قبل أن تستقيل منه وتؤسس في مارس 2012 حزب العدل والبيان الذي تستقي أهم مبادئه من الشريعة الإسلامية، كما طالبت بمراجعة قانون الأسرة سنة 2005. المعروف على السيدة صالحي أنها عارضت تعديل الدستور وطالبت بإعفاء الرئيس بوتفليقة من العهدة الرابعة، ونددت بعدم استقلالية القضاء والإعلام في البلاد. أهلا بك سيدة نعيمة صالحي. أهلا وسهلا. أنتم الآن عضو في مجموعة العشرين، ثم مجموعة العشرين والشخصيات، ثم مجموعة العشرين والشخصيات والسبعة عشر حزب. أنتم كم عضو في هذه المجموعة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكركم على الدعوة، نحييكم على هذه الحصة الموفقة، ونتمنى التوفيق للجميع. فعلا هناك كانت لابنة، يعني كان في البداية لنوايو دور، يعني الخمس أعضاء الأحزاب الأولى اللي أسست مجموعة الذاكرة والسيادة، وبعدين التحقوا بنا أحزاب آخرون وتكوننا في 14 حزب، وبعدين توسعت، يعني كانت فكره وهي طيبه من طرف رؤساء الاحزاب والشخصيات الوطنيه، فانضمت لنا المبادره تاع المثقفين، مبادره الاخ عظيمي وزملائه، وبعدين التحقوا بنا بعض مترشحين الى رئاسيات مثل الاخ بن بيتور والاخ جيلالي سفيان. في الاول هو التحق بنا كرئيس حزب، كحزب يعني، ومن بعدين اتفق كل من القطب الوطني وحزب مجموعة الذاكرة والسيادة أنهم يديروا نشاطات أو نوع من تكتل مؤقت. كم أنتم الآن عددكم كم؟ عددنا احنا لما حسبنا في البداية كان 37. 37. مازالكم 37؟ 37 طبعا، احنا ما زلنا 37، يعني ما فيش واحد يعني قدم رسميا انه منسحب او شيء من هذا. لكن كاين بعض رؤساء الاحزاب الذين اعلنوا انسحابهم من المجموعة. مثل من؟ مثل قرية مثلا؟ لا، قرية هو يعني انسحب، لكن انا في هذه المره لما درنا النشاط كلمنا السيد بوعشة في الاجتماع تاع نهار الجمعه اللي درناه يوم الجمعه في الصوالي، وكان لقاء تحضيري، قال لنا باللي راه اتصل به ويقول باللي باش يحضر معنا بالامس هو وجلابية. أخي محمد، عفوا أنا أقاطعك ثم أترك لك المجال، يعني سؤال من نوع خاص لو سمحت لي. يعني معظم الأحزاب المشاركة في هذا التجمع يعني أحزاب صغيرة جدا ولا تمثيل لها، وكانت موجودة من التسعينات، يعني منذ بداية التعددية، وأكبر حزب باستثناء بعض مثل حامس او بعض الشخصيات اللي ممكن يكون عندهم تاثير، يعني لا تمثيل لها ولا قواعد شعبيه ولا برنامج، ولا هم يحزنون يظهرون كالفقاع يعني في المناسبات الانتخابيه. هل تعتقدون انكم تشكلون الان قوه تؤثر في سير الاحداث السياسيه في البلاد؟ طيب نرجع للاحصائيات، احصائيات تشريعيه. لما نروح للاحصائيات التشريعيه واش تلقى؟ تلقى 3 مليون هما اللي صوتوا على هذه المجموعه، ومليون و500 و300 هما اللي داهم الجماعه اللي دخلوا للبرلمان، يعني ما بين لافالان والاراندي. قيس انت من هذه الاحصائيات تشوف اذا كان الوزن ثقيل ولا مش ثقيل. انا اعتقد انه بقراءه ناخذ الاصوات فقط. عفوا، من خلال قراءه يعني قائمه الاسماء، يعني باستثناء ممكن حمص او بعض الشخصيات الوطنيه، اذا استثنينا سيد بن بيتور، او يعني لا يوجد اي رئيس حزب او اي حزب عنده تاثير شعبي، لا توجد هذه الاحزاب الا من خلال المناسبات الانتخابيه سواء البلديه او التشريعيه او الرئاسيه.
في حركة النهضة، باستثناء هذه الأحزاب المعروفة، فيه الحزب نتاع حزب الفجر الجديد، في أحزاب، في حزب العدل والبيان له تواجد وله امتداد شعبي وإقبال كبير جدا، لدرجة ونحن رانا حين نعاودوا الهيكلة القيادية لأن ما قدرناش. يعني حزبكم هذا متجذر في الأوساط الشعبية؟ نعم نعم، وبجدارة وعن رضا من الناس، ما مدينا لهم الدراهم باش يعمرونا القاعات، ما والو. حنا حزب اقتنع الناس بالخطاب السياسي والتحقوا به، قلت لك حين نعاودوا الهياكل لأننا ما قدرناش، أنا با بي ميتريزي. سأترك الكلمة، عفوا سأترك الكلمة للزميل محمد ثم نعود الى خطاب سياسي للحزب. تفضل محمد. نبقى في نفس الموضوع سيدي صالحي، تقولي اسسنا هذا، استعملتي كلمه يعني اسسنا هذا المجموعه، يعني هذا يعني انكم، لان كما قال سي حناشي 37 حزب، يعني رقم كبير 37 حزب، بالتالي ولينا حتى ما نعرفوش اسماء الاحزاب، وكان تشابه في اسماء الاحزاب كثير في داخل المجموعه هذه. ما كنتمش ناويين، ما دام اسستوا راكم تقولوا اسسنا الجمعيه، ما عندكمش النيه انكم تروحوا نحو حزب الان تتكتلوا في حزب واحد، تشكلوا في حزب ابارونتيير كما يقولوا، ما تبقاوش هكذا مجموعه من الرموز، لان الساحه السياسيه ما تبقاش هكذا ب 40 حزب. والله هو السؤال من ناحيه الفائده هو جميل ومليح، فعلا لو كان جاوا الناس تنازل وتروح وتدير جبهه، وكما زمان يعني قبل اندلاع الثوره داروا جبهه، احزاب تكتلت في جبهه وحده وداروا ثوره. لكن المشكله انك تتكلم على تكتل او دخول هذه الاحزاب وانصهارها في جبهه واحده وفي حزب واحد. احنا لكان لقينا مشكل في مرشح وفاق، كيفاش تحب الناس تتخلى على الاعتمادات نتاعها والاحزاب نتاعها وتدخل في احزاب في حزب واحد؟ يعني مش ممكن هذا للاسف الشديد. احنا عن حزب اللي ما راهيش معكم، طيب الساحه السياسيه الان فيها احزاب تقليديه معروفه، وكاين احزاب جديده ظهرت مع قانون الاحزاب الجديد تاع 2012. المشكل ماهوش في التعدديه، لا حتى ولو انتم توليو تكتل ماكمش رايحين ترجعوا حزب واحد، يعني كاين لا فلان كاين لا راندي اللي ما قدروش يكونوا حزب واحد. واش يمنعكم انتم باش تكتلوا في كتله واحده في حزب واحد؟ يعني انتم كمجموعه توليو حزب ماشي حزب واحد في البلاد. يعني قلت لك احنا هذا هو الاشكال انه ما كانش تنازل. احنا حزب العدل والبيان غدوا كون يقولوا هيا ندخلوا في جبهه واحده في حزب واحد، احنا ندخلوا. واش العائق مثلا انت كرئيسه حزب اللي راكي في المجموعه، واش الشيء اللي العائق اللي خلى هذه المجموعه ما تكتلش في حزب واحد؟ ما تقدرش تكتل لعده اسباب. لكن تكلم مثلا على حزب كبير كما متجدر وقديم كما حمص، هل هو يدخل هما يدخلوا فيه ولا ما يدخلوش فيه؟ مثلا محمد عفوا يعني تاخذ النهضه مثلا، صعب يعني لانه الحزب هو مجموعه افكار متناسقه وعنده هدف، هذا يعني غير ممكن، بدليل انه حتى داخل هذه المجموعه كشخصيات. عفوا محمد لحظه، لا هو الاخ يتكلم، تيارات سياسيه معروفه عالميا، يعني كان دو تروا كورو بوليتيك في العالم، كان التيار اليساري، كان التيار اليميني، كان التيار عفوا عفوا ما كاش 40 تيار. سأترك لك المجال، أنا لست بصدد الإجابة، ما كان عفوا سأترك لك المجال، لست بصدد الإجابة في مكان السيدة صالحي، ولكن حتى لا نؤطر الحوار، يعني داخل مجموعة العشرين والشخصيات والسبعة عشر أي 37 هناك خلافات واختلافات كبيرة، يعني بعض يساند السيد بن فليس، بعض يساند يريد أو مترشح هو أصلا للانتخابات، البعض يطالب بمرشح واحد، يعني هناك خلافات كبيرة جدا، ولا يوجد ما يجمع هذه الأحزاب إلا مطالبة السلطات ببعض الشروط لإجراء الانتخابات. ما هو رأيك أنت في الذين يساندون السيد مثلا بن فليس والذين ترشحوا هم للانتخابات الرئاسية؟ اولا لعلمكم يعني باش ما تميعش الامور، ولازم الشعب يكون واضح وانتم واضحين وحنا نكونوا واضحين مع الجميع. احنا لما اجتمعنا نهضر على الذاكره، مجموعه الذاكره والسياده، اتفقنا انه ما اتفقنا عليه نسير فيه، وما لم نتفق عليه فلكل حزبه ولكل برنامجه، وركزنا على نقاط المرحله التي تتعلق بالانتخابات الرئاسيه ومطالبه عدم تعديل الدستور وانشاء او تاسيس او اقامه لجنه او هيئه، احسن هيئه مستقله لتحضير الانتخابات. وصلنا حتى الى نقطه اخرى اللي هي طلبنا بتعديل جزئي ولو جزئي في الحكومه تخص يعني الوزارات اللي تتعلق بالانتخابات، وبالتالي فما فيش اشكال. انا ماشي نشوف الخلافات لان احنا ما وصلناش الى نقطه المترشح الواحد حتى نختلف، كل واحد حر.
اللي راه مؤيد بنفليس، اللي مؤيد بن بيتور، اللي مؤيد نفسه ماشي مع نفسه كمترشح، فهنا ما فيش خلاف. إذن سيدتي هذا مش تكتل سياسي؟ لا هو مش تكتل، ما تشوفش المصطلح غلط يعني. لقاء أحزاب هو يعني لقاء نسقوا أحزاب. نعم. نقاط نعم. نقطة أو اثنين، ما كان حتى برنامج مشترك وما كان حتى هدف استراتيجي مشترك إذن كيفاش راح نتغيروا النظام؟ كيفاش راح نتأثروا في الانتخابات؟ هل يا سيدتي تغيير وزير الداخلية أو وزير العدل سيؤثر على الانتخابات؟ إذا كان الجواب نعم كيف؟ إذا كان التغيير يذهب إلى الوزير المتصدر لوزارة محايدة، يعني تولي الوزارة محايدة بإطاراتها ومن تصدرها كوزير، هل تصدقون حياد الوزارة؟ ما أنا أقول لك إحنا هذه مطالب، بين المطالب وبين تنفيذها فيه بعد مسافات ضوئية في الجزائر، مش فقط مسافات بالكيلومترات. وبالتالي نحن نطلب ونلزم السلطة الحجة هذه بيانات، هذه بيان تسجل في أرشيف التاريخ الجزائري وفي تاريخ الطبقة السياسية. أم غدا قال احنا قلنا للسلطة، طلبنا من السلطة هاي البيانات، هانا اجتمعنا في المكان الفلاني والتاريخ الفلاني، ولكن السلطة لم تستجب. إذن هنا الحجة على من؟ الحجة على من رفض وليس الحجة على من ترك. نحن لم نترك. سيدة صالح، يعني أنتم نتيجة لقرارات وزارة الداخلية للنظام، نظام قرر في بعض أحداث 2011 فتح المجال للأحزاب السياسية، وجزء كبير من هذه الأحزاب ظهرت في 2012، يعني أنتم ولدتم بقرار سياسي من وزارة الداخلية. هذه الوزارة التي أعطتكم الاعتماد وجعلتكم أحزاب قائمة يعني كهياكل، لا إذا 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 غيرت وزيرها، يعني يمكن لكم أنتم أن تؤثروا في الأحداث السياسية؟ ما أنا قلت لك بالطريقة، هي طريقة التغيير وليس تغيير الأشخاص. لنفترض أنه تم استبدال وزير بوزير ووزير عدل بوزير آخر، يعني تعتقدون أنكم ستؤثرون بهذه الطريقة في طيب الأحداث السياسية في البلاد؟ طيب أنا أقول لك كلام، شوف نعم. إذا كان السلطة تعطيك تفتح لك تميع لك الوعاء الانتخابي وتعطيك أكبر عدد ممكن من الاعتمادات، احنا كنا رقم 19 على كل حال في 2012، تميع لك وتمد انت تمد لك بدون ما تدرس، بدون ما تدرس يعني المؤهلات لهؤلاء المؤسسين لهذه الأحزاب. تعترفين عفوا أترك لك المجال، عفوا تعترفين بأنه عدد ضخم أو كبير من هذه الأحزاب لا مؤهل لهم لقيادة أحزاب في البلاد؟ قد يكون البعض منهم حتما، ولكن أنا أقول لك كلام، لكن لو السلطة تتحمل مسؤوليات مادية أو ما تسمى أعباء مادية مثل ما كانت تعمل مع الأحزاب السالفة وتوفر لهم الحماية وتوفر لهم المقرات وتوفر لهم المال الأموال والمقرات كما عملت مع الأحزاب الأخرى، لما فيش تكافؤ هنا، يا كاين هنا أحزاب عطت لهم غير ورقة الاعتماد وأحزاب مدعمتها بالمقرات. طيب عفوا هنا راح تحد من إعطاء الانتخاب الاعتمادات هكذا. أنا أجبتك، لا تمويل الأحزاب يتم عبر اشتراكات المناضلين. أنا كل الأحزاب، هل حزب العدل البيان أعطته الدولة مقر؟ أعطت له مقر؟ لا أعرف إن أعطتكم مقر أو لا، يعني كل الأحزاب الآن تطالب بالأموال والسيارات والمقرات من 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 الدولة. إذا يعني تسحب من الأحزاب السابقة، تسحب منها هذه الدعم، هذا الدعم، تسحب منها هذا الدعم. تغيير قانون الانتخابات الأحزاب السابقة يا سيدي، عفوا الأحزاب السابقة، وأنا لا أدافع عن أحد، لديها بعض القواعد الشعبية. إذا كيف بدأت؟ هل لديها دعم؟ هل كان لديها دعم؟ هل لها مقرات؟ أنا نسأل فيك، أترك لك المجال. تعرف أخي الكريم، لحظة لو سمحت لي سيدتي عفوا محمد، لكن عندما أعطي لها لما عفوا لو سمحت لي يا سيدي الكريم، يا سيدي احنا كنا تنظيم وطني نشط لمدة 9 سنين، ويعني غطات له الإعلام في جبهة التحرير. يعني أنا قبل ما نكون في جبهة التحرير أنا اتحاد وطني للإطارات من أجل الجزائر، أقول جيدة كلمة إطارات تكفي، يعني الكفاءات والناس اللي عندهم تأثير في الوسط. هذا غير سياسي. احنا حتى يوم هذا جمعنا هذه ستون باز يعني عندي قاعدة وامتداد سابق. عفوا لكن لو سمحتي لي عفوا نعم. يعني الجمعية الوطنية للإطارات ليست حزب سياسي، هذا تنظيم مهني يدافع أو يجمع بعض الإطارات للدفاع عن مصالحه المهنية. والذين قال عنهم الاخ كانوا احزاب سياسيه؟ نعم، قال لكم يعني ما كانت حركات تنشط السريه. عفوا انت يا محمد، عفوا
عفوا حتى نؤطر الحوار محمد، حتى نؤطر الحوار لو سمحت لي، لو سمحت لي، يعني انت كنت في جبهه التحرير وغيرتي او انضممتي ربما الى حزب اخر ثم شكلتي حزب. لا عندي حزب واحد قلت له جبهه التحرير. انت الرقم 19 في قائمه الاحزاب التي اعتمدها وزاره، كنت تطلبين يعني ان يتوقف وزارة الداخلية عند رقم 19 ولا أن لا يعتمد أحزاب أخرى؟ هو المفروض ما نكونش رقم 19، أنا تأخروا باش عطوني الاعتماد. نعم. المفروض نكون رقم على الأقل 10 ولا 9، ولكن أنا طولوا لي في الملف نتاعي مانيش عارفة علاش، حتى أنا بقيت ألح ويعني باش وصلت، ولهذا تأخرت فمدوا الأحزاب قبلي ولهذا جاء الترتيب نتاعي 19 أنا نعلن عليه. فلهذا أنا نقول باللي المفروض كان فيه ترتيب يعني تنظيم، لأنه مش أي شخص يجي يقول أعطوني الاعتماد. طيب معليش أنا كي طلبت الاعتماد راني متواجدة في الساحة، أنا كي طلبت الاعتماد راني مهيكلة الولايات، أنا كي طلبت الاعتماد تصور احنا في المحليات ما دخلناش، من بعد مع الأخير باش دخلنا، دخلنا في 30 بلدية، في 30 بلدية جبنا مقاعد يعني معدل 2 في كل بلدية، يعني حصلنا على عدد لاباس به. تصور لو دخلنا في كل البلديات أو عدد كبير من البلديات. إذا الحزب العدل والبيان عنده مسار وعنده هدف، بل أكبر من ذلك عنده غاية سامية راح يوصل ليها. احنا ما دخلناش باش نجيبوا الاعتماد فقط ونحطوها في محفظة وندوروا. أنا تقريبا ما ندخلش لداري ما يشوفونيش ولادي، رانا يعني نتعبوا بزاف. الأحزاب الموجودة معك في المجموعة تاع 37 يعني هل تؤكدين أنهم من هذا النوع، يعني لهم محافظ ويتجولون بها عبر الولايات ويدعون أنهم يمثلون الشعب؟ ما رأيك لو بصراحة ما رأيك لو ننصحك أنك تدعيهم هنا عندك وتخليهم يتكلموا على أنفسهم؟ يعني أعطينا وجهة نظرك، هم ينشطون الآن معك في تنظيم إلى آخره. أنا ما نقدرش نتكلم على زملاء وما نقدرش نقيمهم، ومش من حقي نقيمهم، حتى لو نقيمهم في مجالس داخلية في حزبي ومؤسسات الحزب، أما على العلن ومع الإعلام. طيب سيدة صالحي، لماذا انسحبتي من جبهة التحرير الوطني؟ والله أنا قلت هذا الكلام عدة مرات، ما لقيتش نفسي، يعني ما لقيتش شيء كنت نحوس عليه ونظن يعني في جبهة التحرير. أنا بالنسبة لي جبهة التحرير حاجة كبيرة، حاجة كبيرة بزاف، لكن كي رحت ما لقيتش الشيء اللي كنت نتوقعه. مش كنت تتوقع؟ أنا كنت نتوقع أنه حين نبنيو البلاد نديروا الإصلاحات السياسية اللي كان رئيس الجمهورية كان يوجد في وجدها، يعني هذا هو المصالحة الوطنية تتجدر وتروح لبعيد. اقتنعتي يعني بأن جبهة التحرير تقوم بتخريب البلاد، يعني لا تبني البلاد؟ والله يعني وعلاش هي يعني ظلم يعني لما نظلم نقولوا جبهة التحرير، حزب جبهة التحرير، حزب التحرير يعني فيه المليح وفيه الحاير، يعني كاين الناس عندهم راهم يتحصروا. أنا البارح كنت مع أحد المجاهدين وفي نفس الوقت وفي القيادة يقول لك أنا الغالب، يعني واش راح نديروا، ما يد وحدة ما تصفق. هم يقولون لك نحن في وحدة ما تصفق، وأنا مش مجبرة باش نقعد وين نشوف المنكر ونسكت عليه، نخرج وندير حاجة مليحة للبلاد. أنا ضد أني ننقد الناس وما نمدش البادية. طيب. أنا رفضت وخرجت درت البادية. طيب لما تأكدت بأن الأفلان لا يستطيع بناء البلاد خرجتي وأسستي حزب لبناء البلاد. نعم. طيب أنت الآن وضعت نفسك في المعارضة وكل خطابك مبني على دعم إصلاحات رئيس الجمهورية، يعني حزب معارض يؤيد سياسة نظام، ألا ترين أن هناك تناقض بينما تدعيه كمعارضة وبين خطابك السياسي المؤيد؟ لا. مؤيد للإصلاحات. أنا لم أؤيد في الوقت الحالي لأن الإصلاحات حادت عن تتصور 600 مليار دولار، لو يعني أنا كان هدمنا الجزائر كامل وعاودنا بنيناها وبنيناها وخلينا شوية صرف، هذا نأيد أنا هذا التصرف. من مسؤول في رأيك على هذا؟ أنا قلت يا الجزائر ما كان لهاش حد ورئيس الجمهورية ما كان لوش الحد، فجاءه المرض وبالتالي فاجأه في بداية العهد الثانية بعد، يعني ما خلاهش يراقب ويتابع الإصلاحات السياسية تاعه. علاش؟ هل لأن هذا الرجل ذاهب إلى الزوال غضبنا عليه غضب شديد لأنه ما التزمش بالعهود نتاعه لما تكلم في التسطيف وقال نحن نسلم المشعل للشباب وما دارهاش، غضبنا عليه لما ما ضمنناش نزاهة الانتخابات التشريعية والمحلية، غضبنا عليه صحيح وقلنا وعارضنا، لكن أيضا ما ننكروش احنا معارضة مناصحة ماهيش معارضة مناطحة.
ما الفائدة؟ تعرف معارضة المناصحة واش تؤدي؟ تؤدي إلى تثبيت ويعني تثبيت الاستقرار في البلاد والحفاظ على بل قل دعم المصالحة الوطنية اللي هي أساسية. شوف واش قاعد يصرها في المحيط اللي من حولنا. أما بالنسبة لمعارضة المناطحة هادو اللي ناطحوا هادو تلقاه يهدر برك البديل ما يمدوش وتلقاه يعرف غير لي كريتيك برك ومن بعدين وين يدي بينا ومن بعد يولي يعيط للأجانب يدخلوا في الجزائر كما يحبوا يديروا وهكو تشوفوا بعض التحركات في الشارع اللي مش بريئه وكاين امور فيها اللي بريء يعني الشباب كي يخرجوا بريء لكن اليد التي تحرك هي اللي مش بريئه وبعدين يذهبوا الى شيء اخر وش هو يولي يقول لك والله المصالحه دي ما دارت لنا والو كامل علاش تتهمنا التفجيرات اللي كانت ما زالت نعم لما تقول الايادي التي تحرك غير بريئه تتهمين احزاب معينه بانها تحرك شارع لأهداف غير شريفة. والله كاين الناس اللي عندهم علاقة بالخارج حابين يديروا فوضى في الجزائر طيب. حابين يقسموا الجزائر لماذا التركيز على الجنوب بالذات مثلا قولي لنا مثلا لا أسمي لماذا التركيز على الجنوب بالذات هل يريدون تقسيم الجزائر إلى قسمين وربما أكثر حسب ما الدراسات اللي وصلتنا كاين اللي حاب يقسم الجزائر احنا نكتفي بالتقسيم اثنين حابين يقسموا الجزائر إلى قسمين الشمال وحده وهذه سياسة في روسا من زمان ويقسموا الجنوب عن الجزائر علاش هذا ما نرفضوه احنا كحزب العدل والبيان انت شخصيه الان سياسيه وتقولين توجهين اتهامات الى اطراف معينه قولي لنا من لانه كل رؤساء الاحزاب والطبقه السياسيه يطلقون الاتهامات على عواهنها ولا يقومون بتسميه هؤلاء قولي لنا من يعني انت تقولين انك جريئه وانك تتحملين المسؤوليه وتريدين بناء البلاد الى اخره من هؤلاء الذين يحركون الشارع لاغراض خبيثه وغير شريفه الى اخره أحسبك أنك أدرى بهم أنا لا أعرفهم أنا أطرح منهم. عليك السؤال لا أنا لا والصحفيون يعرفونهم أكثر مني وكثير من المعلومات نأخذها من الصحافة ونمحصها في باب بعد ذلك هناك آيات أصحاب المصالح في هذه الجزائر كل الناس تعرفها هذا الناس يخلوك تلها بمشاكل سيدة صالح ما تقوليش الأسماء ولكن تقدري مثلا ديري فورماسيون جوديسيال على الأقل يعني تختاري العدالة والعداله تحقق مع عداله راهي على بالها احنا العداله في حد ذاتها العداله مثلا انت احنا رانا نتلاقاو قضاه يقول لك لا انا شوف كاين قضاه اسمعي لي كاين قضاه نتلاقاهم اصدقاء يقول لك لعن الله النهار اللي دخلنا فيه القاضي صدقني قال لك ما فيش استقلاليه وصح ما فيش استقلاليه القاضي اللي يتلقى الاوامر بالهاتف احكم على هذا بكذا واحكم على هذا بكذا هل هذا قاضي تقدر تروح ليه انت ترفع عليه دعوه هاي ملفات يا اخي الكريم ملفات الفساد بين ايديهم الان انا يعني كاين واحد من الناس بالنسبه قضيه سوناتراك اللي ظهرت في الحقيقه وين واحد كان اطار في سوناتراك وكان يعني مكلف بمهمه كوميسير دو كونت محافظ حسابات ايوه ودا وكلم الوزير السابق وقال له هاو كيف السيدو في الحبس السيدو في السجن علاه لانه خلط هاي فينا المظاهرات في الصحه بس ظهرت عن طريق ايطاليا ماشي عن طريق الجزائر سيده صالح هنا راك تطرحي مشكل راك تقولي العداله ماشي مستقله داكور ماهيش مستقله وما زلت نقولها ولكن قضيه تقسيم البلاد راك تقولي كاين الناس حبوا يقسموا البلاد والعداله ماشي مستقله واش معناتها نعم معناتها العداله كذلك تريد تقسم البلاد ولا كيفاش لا انت قلت لي وجهي قلت لك وجهي العداله اذا كان كاين ناس حبوا يقسموا البلاد لا لا ما عندهاش سلطه علاش نحملها هي عندها ملفات فك كي تفك الملفات تاع صونات اذا العداله تحل المشكل تاع الجنوب سيده صالحي اذا امور متعديه لبعضها البعض اذا كان العداله ما تقدرش تدرس القضايا هذه تاع الناس اللي حابين يقسموا البلاد معناتها ان الناس اللي حابين يقسموا البلاد راهم في السلطه يا رجل لان التاثير اسمحي لي يا سيدتي الناس اللي تليفونيو للعداله راهم في السلطه يعني ايادي من السلطه يعني لوبيات قويه هي اللي عندها المصالح نعم وعندها رجل في السلطه اذا السلطه هي اللي حابه تقسم البلاد لا شوف فيه من في السلطه فيها من هو يحب البلاد ويعمل لانشائها وتطويرها وتنميتها وفيها من يريد تهديمها واخذ مصالحها ومنها اي موجود كيفاش نفرزوا مادام كل مكان افرز هذه تفرزها الاعلامي يفرزها وحنا نعاونوه كاحزاب انتم طيب هل انت تؤمن بان العداله لها استقلاليه وقدرتك تقف قدامها تعطيك حقك بدون تفكير تكلم كاعلامي وقل اسرار لديك انت بجانب سيده صالحي لو سمحتي هل تستطيع ان تتكلم فيها لكن ما تطلعوكش الحبس سيده صالحي قلنا انت يا سيده صالحي عنده بديل
بديل سياسي. ولكنك إعلامي المفروض حر، عندك حرية التعبير، مش موجودة في الدستور؟ راني نعبر. موجودة في الدستور. راني نعبر بكل حرية ونسأل فيك تعطيني اسمع. نحن الآن نفتح لك المجال لتقولين للرأي العام من هم هؤلاء الذين في السلطة يسعون لتخريب. سيأتي يوم إن شاء الله، سيأتي يوم ويتفق تتفق المجتمع المدني ونظهر لكن الأسماء ظهرت، أي بعضها ظهرت لكن ظهرت بعض الوجوه. وإحنا وش لاحظنا حتى في الملفات الفساد اللي ظهرت على السطح، شكون اللي دخلوا السجون؟ أم دخلوا الصغار ما دخلوش الكبار؟ دخلوا الصغار ماشي الكبار. هل هذا ظلم؟ من مثلا من الكبار؟ هل هذا ظلم؟ من مثلا من الكبار؟ هل شكيب المتهم؟ هل شكيب في السجن؟ طيب روح شوف الإطارات وصنات خاكم ساكن اللي راهم هما في السجون. طيب باستثناء شكيب روح شوف جماعة تاع طارق السيار هم شكون اللي في السجن؟ هل الرؤوس الكبيرة هي اللي دخلت؟ من كان علاقة بين هذا وهذا اللي تتكلم عليهم يعني المتورطين في الفساد إلى آخره مع أيادي اللي حبت تقسم البلاد؟ أنا عرجت لك على هذه الملفات التي تتناول الآن على مستوى القضاء، ولكن تقسم البلاد هذا موضوع خطير. وقلت لك القاضي عندما حتى بالنسبة لقضية أسمح لي قضية الخليفة. الخليفة كي تدخل أنت قاضي تحكي لك تقول له يدخل واحد شاهد يعني هو شاهد مستدعى وعنده علاقة بملف الخليفة، تقول له أنت تنبهه يعني أنت راك شاهدة يعني تفرض عليه أنه اكتفي أن تكون شاهد أنت شاهد. الخليفة مثلا والشخص اللي خاطئه تدخله وتمرمده وتدله تبهديل وتنزل من قيمته. هي هذه الشعب الآن راه واعي، الشعب راه فايق، الشعب راه قاري، الجامعة خرجت خير ربي، ولكن راهم حاكمين الحيوط. كي يحكموا الحيوط السلطة حتى تروحها باللي كي يحكموا الحيوط. نعم تفضلي. هي فعلا قلت لك هي قضية ممتدة من قانون الأسرة بحكم كنت في عضو في لجنة قانون الأسرة مراجعة قانون الأسرة 52. طبعا أنا كان عندي موقف يعني كان ضد مشروع اللي جابوه وزير العدل آنذاك، وقلت باللي يستحيل أن نقبل أن تتزوج المرأة والفتاة في الجزائر بكان 5 نقاط على كل اختلاف. فمن تم بدأت لنا مضايقات كبيرة سواء على مستوى السكن ولا على مستوى الوظيفة، يعني عانيت يعني. بصح من بعدين شغل صدر الحكم وكامل، وبعد زادوا داروا استئناف على مستوى مجلس الدولة بتدخل طبعا فوقي واصحاب القرار هم على بالهم بنفوسهم. كي وصلنا وحكموا علينا بالطرد، ومع اني موظفه انا لو كان خليت الوظيفه ما يضرش موظفه، وبعدين ما خرجوش غيري علاه يخرجوني غير انا، خرجونا كل ما عليش بصح كل يخرجوني غير انا اسمها كاينه انا. وبعد ذلك لما خرجت انا للمعارضه عيني عينك هكذا وكنت واضحه وانا لا اكره بوتفليقه ولكن اريد له النصيحه وما نحبش. هو في ذات يوم قال لي هادو حابين ياكلوا الشوك بفمي، اذا قالوا غام ياكلوا في الشوك بفمه. الان وصلنا الى أنت عبرت عن رأيك وكل كثير من النساء والرجال عبروا عن أرائهم ولم يتعرضوا إلى أي ضغوطات. ربما أنت تركت الوظيفة وتقومين بنشاط سياسي ولديك شقة أو منزل في جهة أخرى، من حق الدولة أو المؤسسة أن تأخذ تسترجع ملكها تحب تشوف المحاضر القضاء وش كتبين فيه؟ ما عندها لا علاقة بشقة لا حتى هم يحزنون. عندهم داروا اللي يحبوا شردوا العائلة تاعي، حابين باش ولادي يتنقلوا من المدارس نتاعهم الحالية باش هما عندهم الباكالوريا، عندي بنتي عندها باكالوريا، عندي ولدي عنده باكالوريا. يعني عندي مشاكل يعني سبوا لي مشاكل حاطين بلي سيدة صالحي راح تنهزم، لكن هما ما يعرفش. لكن انا مش أقول لك الخطر انه هما عارفين اني صادقة فيما اقول، يعرفوا أني أنا ما عنديش لقاءات من وراء الستار، يعرفوا أني ما عنديش تعامل من تحت الطاولات، وبالتالي عارفين باللي رايحة، يعرفوا شخصيتي مليح وعارفين باللي رايحة نأثر في المجتمع. وش نقولوا غدوة كي تقول يعني سيدة صالحي هيا نمشي ويمشيوا معايا؟ يعني لا أظن أن الحكومة يعني تخاف من, من, من صراحتك بدليل أنها أعطتك حزب. طبعا عفوا يعني هذا اكيد لو كنت تشكلين خطرا على الحكومه وعلى الدوله لما اعطوك حزب وتقولين فيه. طيب قل لي انت علاش ينحوا لي الوظيفه سكن الوظيفي دون غيري؟ ربما انت اصبحت تمارسين السياسه ولم تعودي موظفه، وبالتالي بل انا ربما موظفه ربما من قال لك انا لست موظفه؟ ربما كان هناك موظف اخر، عفوا ربما كان هناك اطار اخر في حاجه الى سكن وظيفي. على كل حال انا موظفه بالعكس، كرئيس حزب المفروض يوفروا لي الحمايه ويوفروا لي سكن.
موظف مناضل. انا موظفه في العمل تاعي، ما تخليتش على العمل يا اخي. ما تقدريش يا سيدتي، ما تقوليش لا انا رئيس الحزب الوحيد اللي راهو في الوظيفه. انت لا يمكن لرئيس حزب ان يكون رئيس حزب ويمارس وظيفه. زملائي ها ولا زملاء رؤساء الاحزاب راهم في الوظائف، هذو في الوزارات وفي الموجودون الموجودون في 37، يعني بدليل انكم لستم سياسيين حقيقيين. طيب مما سالت انا وزير العمل انا داك، اسمح لي برك انا نوضح لك. سالت وزير العمل قلت له علاش ما ديروش ان ستاتيو، وعلاش ما تفهموش مع وزاره الداخليه مع وزير الداخليه باش ديروا لنا حل، يعني ديروا لنا انتداب، ديروا لنا انتداب. اسمح لي برك نفهمك، ديروا لنا انتداب. قال لك انا ما يهمناش فيكم حنايا، قلنا له ما نقدروش نوفقوا بين العمل السياسي وبين الوظيفه، وثاني ما نقدروش نخليوا الوظائف، وما نقدروش نخليوا لحظه سوف اترك لك الكلمه. ورؤساء الاحزاب ما يقدروش يخليوا الوظائف نتاعهم اليوم منين يعيشوا. عفوا يا سيدتي، قال لك دبروا روسكم، شوفوا الحزب نتاعكم يدير لكم. قبل ان اترك قلت انا ما نتكلمش على نفسي، انا الحمد لله راني من عائله ميسوره، ما عنديش مشكل انا نتكلم على زملائي اللي لو كان يخلي الوظيفه تاعو راهو يضيع. سيده صالحي، والحزب جديد مازال ما يجيبش الاشتراكات ومازال. من فضلك رئيس الحزب، وثم اترك المجال لعبد الكريم، رئيس الحزب او المناضل السياسي مناضل وليس موظف. اذا كنتم انتم، وانت الان بصدد اعطائنا معلومه مهمه جدا، انه كثير من زملائك في المجموعه 37 موظفين ورؤساء احزاب، يعني اذا انت اصبحت موظفه وتقبضين الراتب بتاعك من الحكومه، يعني هل تعتقدين انه يبقى هناك شيء معارض فيك او في زملائك؟ طيب وصلنا للمفيد. تفضل. اذا كان تاع السنديكا عندهم الانتداب، نعم، هما واش السنديكا واش يديروا؟ يحافظوا ويجيبوا حقوق العمال. النقابه مهنيه ليست سياسيه، النقابه مهنيه وين عندها الانتداب. رئيس الحزب تعطيه انت ورقه تاع اعتماد وتقول له روح دبر راسك، دبر راسك وروح نافس الناس اللي راهم عندهم امتداد سابق وعندهم دعم مادي من السلطة وعندهم مقرات وعندهم سيارات وعندهم شو كدن سيارات جايبين من الوزارات نتاعهم وكذا. ثم انتم تحبوا اما احنا نقبلوا بالمناصب اللي توفرنا لو بريستيج وتوفرنا الامكانيات وهز من الشكارة وحد ما يحاسبك، وهكذا نقولوا بلي رانا معارضين وحنا ماناش معارضين، ولا نطالبوا بلو ستاتيو تاع رئيس حزب اللي يقدر يحميه ويخليه وتعطيه حتى الحصانه باش يقدر يتكلم، لانه درك رؤساء الاحزاب كثيرون يخاف يهضر يجي يتهز لانه ما عندوش حصانه. يعني انا اللي نهضر هذيك النهار تتعدي كلكم تتكلمون انا الوحيده اللي شوف انا الوحيده اللي ضغط عليها كي ما كانش وما فيش اكبر من انه كاين زوج حوايج، يخرجك من العمل تاعك، يخرجك من السكن تاعك ولا يقتلك. كاين ثلاثه من الحوايج. يعني اتهام بالقتل كبير، يعني وصلنا كبير. احنا وصلنا الى واحد يخرجك من دارك، يخرجك بطريقه يجيب لك عميد ويجيب لك قوه. عبد الكريم عفوا نعطي لك لا يعني في الحقيقه جاوبت على السؤال تاعي لما قالت بان الاشتراكات نتاع الحزب ما تسمحلوش باش يشكل راتب مش من اجل العدد، لا لانه مش من اجل العدد فقط، انا بالنسبه للحزب تاعي مش بسبب من العدد، الالتزام. انا نقول لك الالتزام لا دوك نفهمك في القانون الاحزاب واش داروا هما في قانون الانتخابات، داروا ما يسمى بالتجوال السياسي، طبعا باش يلبيو طلب تاع كل المناضلين نتاعهم يرشحوهم في القوائم، ما يقدروش. واش داروا هذا التجوال السياسي، قال لهم يروحوا الجماعه يترشحوا منهم وعلى بالهم بلي الناس تاع انتهازيه، وبعدين يرجعوا كنواب ويرجعوا كمنتخبين في المجالس المنتخبه اللي عندهم، فهو في كل حالات هما رابحين حتى انشاء الاحزاب. هنا انت كي تهضر، انا نهضر الزملاء، انا الحق ما حصلتليش في حزب العدل والبيان، ونشكر بزاف المناضلين تاع حزب العدل والبيان لانهم مؤمنين بالفكره وبالخطاب وبالسياسه، الخط السياسي يعني. لكن زملائي شكاوني قالوا لي باللي تهضر معاه كون تقول له اعطيني، ما تقولوش مدلو ما نعرف يقعد معاك، الوغ كو كون تقول له مدلي يهرب لك خلاص ما بقاش يقعد. سيده واترك لك المجال محمد. كثير من رؤساء الاحزاب في مجموعه 37 كانوا يبيعون، معروفين بالاسم، كانوا يبيعون المراكز القوائم الانتخابيه في التشريعيات، يعني معاكم في 37. شوف يا سيدي، احنا كحزب العدل والبيان كنا ضد القائمه المغلقه والتي يتصدرها واحد، تسمى الناس القائمه تخدم واحد برك يدي. احنا طالبنا بقائمه مفتوحه واسميه، يعني اللي يخدم يدي، فهمتني؟ يعني بدل ما تروح تصوت على قائمه صوت على الاسم،
وهكذا كل واحد يتحمل مسؤوليته، وهذا هو العدل وهذه هي الحقيقه. لكن اللي داروا القانون قال لك ابدا ما تطلعش عليهم، طبعا كون ترجع قضيه اسماء راحت عليهم، يعني يخرجوا من ما يعودوش يتحكموا في 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 دواليب الحكم، ولا سواء بالنسبه للاحزاب تاعهم ولا الوسمو. اذا حنا دوك لا انتم تحبوا كصحفيين تحبوا فعلا تعاونوا هذه البلاد، لازمكم تفتحوا المجال الاعلامي لكل الاحزاب ورؤساء الاحزاب يجوا يوضحوا الامور، يعطيكم البدائل ويقول لكم وين المشكل. ولا كان بصح تحبوا تواجهوهم على اساس انهم هما الظالمين، الاحزاب ماهيش ظالمه، الاحزاب راهي ماهيش ظالمه، الاحزاب احنا نقول بعض يعني الناس صح ماهمش مؤهلين باش يكونوا رؤساء احزاب في الخطاب، حتى كي يهضر ما يفرحكش. الصحفيين طلبوا اسماء، هضره السيد، الصحفيين طلبوا اسماء، ندوا بالاسماء اللي حابين يقسموا البلاد. شوف الاسماء، اسمعي لي، الاسماء نتاع الناس اللي راهم عندهم مصالح يدافعوا عليها، والمصالح نتاعهم تفوت قبل المصلحه، مصالحات المجتمع، وما تحبيش تمدي اسماء. انا ما نمدش الاسماء، كيفاش تحبي نخدموا مالا؟ انا ما نمدش الاسماء، خلينا الساعه نبداو، رانا وعندنا ملفات ضخمه تاع فساد، وعارف معروف الاسماء نتاعها، تفضلوا لي. انا ما نعرفهمش كلهم، لا معروفين عندنا ملف، عندنا ملفات احنا كل يوم نلقاو فضيحه، كل يوم نلقاو فضيحه، راه موجودين. سيده صالح يعطينا علاقه ما بين الفساد والتقسام تاع البلاد، يعني من جهه كاين ناس فاسدين وكاين فضائح متورطين في الفضائح الى اخره، ومن جهه تكلمي على ايادي حبت تقسم البلاد، كاين علاقه ولا هذو هما اللي يحبوا يقسموا البلاد ولا اطراف اخرى، ولا كاين علاقه ما بيناتهم ولا واش كاين؟ اعطينا تفسير في حد ذاتها، وحتى ولو نعرفها نحتفظ بها لنفسي. ولكن اسمح لي نهار يعود كاين قضاء مستقل ويكون رئيس الحزب محمي ويكون الحزب محمي وماش هذاك، اذا العداله الجزائريه تحمي الناس اللي يحبوا يقسموا البلاد، لكن لا تحميهم، هي ليس لها السلطه باش تحميهم. ها المشكل وين؟ المشكل نقول فيها، نقول العداله في الجزائر غير مستقله. سيده صالحي اعود لك الى السيد رئيس الجمهوريه، انت قلت حتى الصحافه حتى الاعلام ما عندوش استقلاليه. لا سيده صالحي، انت قلت في تصريحات سابقه انه تعرفتي على السيد رئيس الجمهوريه وانه ساعدك في كثير من الاحيان وفي كثير من الامور، هكذا قلتي بالحرف حسب ما قرات. هذا ما قاله الشروق، لا هذا ما قرات انا في وسائل كثير من وسائل الاعلام. قلت شروق، شروق هو سوف اسالك وعليك ان تجيبي مثل ما تشائين. قلت ان السيد رئيس الجمهوريه اعرفه وكنت على اتصال به وساعدني، ساعدني في كثير من الامور. اطرح عليك السؤال الان، طيب. في ماذا ساعدك السيد الرئيس؟ طيب اما واني قلت اني اعرف الرئيس وكنت على اتصال به فهذا كلام صحيح، أثبته في كل مرة. طيب قل لك فاش تعرفيه باختصار. والله الطريقة هكذا، يعني مش يعني ما لا وصية ولا والو، رئيس الجمهورية كان مداير ريبوندور في التليفون تاعو، حصلت على الهاتف، كان في هذاك الوقت مشكل تاع تيزي وزو تاع القبائل، فكان عندي رأي في 2001 في 2001 بالضبط، فهزيت الهاتف عيطت له خليت له ميساج، كي جا عاود عيط لي قال لي من أنت كذا كذا، قلت أنا فلانة منا من هي، هذه هي الحكاية كيفاش طيب. بدات هكذا طيب. وبعدين بقى عجبوا الطرح نتاعي، قلت له هاو كيفاش انا اقترح وكذا وكذا، قال لي طيب ومتم بقينا الاتصال. طورت العلاقه، طورت العلاقه، كل ما تكون عندي امر اذا هو في مساعده، كل ما يكون عندك امر تتصلي به انه هو يتصل بك، يعني قولي لنا الان. كان يتصل، نعم يطلب رايك انت. نعم هو ايضا طيب كان يتصل، كان يطلب رايك بصفتك عضو في جبهه التحرير. لا لم اكن انا ذاك، لم اكن انا ذاك في جبهه، انا التحقيق بجبهه التحرير في 2003 طيب. هذا الذي كان يعجبني في رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه انسان متواضع، أنا هضرك على الفترة اللي عرفته فيها، متواضع ويسمع، يسمع، هذا هو الجميل فيه، أنه يسمع، ما يقولكش من تكون أنت، هو تقول له حاجة مليحة يسمعها لك، يحب ينفذها يحب ما ينفذهاش، حتى أني قلت له أمور هكذا وش تقول لك نفذها سيدة صالح؟ والله خذا منها مثلا، خذا منها حتى أني أصبحت أشكل خطر على مثلاً. كما قال الأخ سيدة صالح، قلنا مثلا قلنا مثلا طلبتي امور خاصة او عامة أبداً من السيدة؟ ابدا انت قلتي، انت لم قلتي. اقول هذه الشروق هي اللي كتبت، انا لم اقول انه ساعدني في امر خاص، انا قلت انه ساعدني باستماعه واصغائه لما اطرح عليه، هذا هو المساعدة. مثلا مثلا قلت لك يعني كاين امور طرقت لها، كان ناس ناقش معايا في قانون الاسرة، كما رحنا لمراجعة قانون الاسرة كان قال لي روحي وهاي، قلت له انا هاو كيفاش ندير وكيفاش ندير، قال لي نعم روحي وانا وافقك في هذا، وعرض عليا قال لي انا معاك في يعني اخذ بشريعة الاسلاميه في قانون الاسره،
اصاله المجتمع الجزائري وحافظوا على مصالح يعني الرجل والمراه وحقوق المراه وجعل حد سواء، وقال لي هكذا بنفس العباره اياكم يكون الرجل جابنا ودار دار وتعب عليها وجايب مراه باش يبني بها يلقى روحه برا، هذا راه مرفوض. قلت له انا معك في هذا ومشيت، يعني كانت عندي قوه كبيره في قانون الاسره، لكن كاين ناس اخرين ما عجبهمش الحال في الكلام تاعي، وكاين امور اخرى يعني ما قدرتش نذكرها الكامل، وبالتالي كانت كلها تتعلق بدليل لو كان تصورتها في هذاك الوقت، لو كان طلبت منه ندخل للثلث الرئاسي ما ندخلش، ندخل لو كان يعني طلبت نروح نترشح في 2007 مع لفلان ما نترشحش نترشح، ولكن انا كنت حطيت باش ولهذا بقى محافظ يعني بقيت محافظه على الهيبه تاعي ومحافظه على لان واش طلبت. كي عدت جايه من قسنطينه صليت ركعتين لله، واش قلت له؟ قلت له يا ربي الا كان شوف في هذا السفر خير افتح لي ابواب الحكام، افتح لي ابواب الحكام باش نوصل رساله الشعب، وهذاك اللي كان يعني استجيب لطلبي. نعم ربي اللي استجاب، فمباشره تفتح لي باب طيب. بوتفليقه في عز حكمه. طيب انا باش نسمعك بوتفليقه الان ما دام راك تتكلم راك الان ضد العهده الرابعه انت وراك نعم. تنصحيه ضد هذ الناس اللي راهم يطبلوا له. انا ننصحه يروح يرتاح ويخرج من الباب الكبير. انا نصحه. طيب علاش ما يسمعلكش؟ ولكن علاش ما اتصلش بك مثلا يتصلوا بك؟ انا ما اتصلتش به، انا صراحه ما اتصلتش به. طيب لاني على بالي باللي كاين ضغوطات، هو متعود يتصل بك. لكن انا لا ما اتصلش بيا في هذه وما ما اتصلتش به وما حاولتش نتصل به، لانه على بالي الامور اكبر من اني نتصل به ونقولوا له كان راه يسمع في النصيحه تاعي، راه يسمع فيها من خلال وسائل الاعلام، وراه انسان ماهوش مغلوق عليه وماهوش في سجن حتى ما يسمعليش راني نقول. راني نقول يا الرئيس خلي مقامك عالي، يا الرئيس انت قلت ما ياكلوش الشوك في امي راهم ياكلوا فيه، الشعب راه غاضب عليك، الشعب راه مستاء راهو يشوف علاش تخلي فيهم يحكموا باسمك، راهو يقول الشعب علاش تخليهم يحكموا باسمك. لحظه، من اين جاءك هذا اليقين بانه الشعب غاضب على الرئيس؟ يبقى يا اخي شارع يتكلم شعب قال بانه غاضب على الرئيس. غاضب نعم، من اين وقال لك علاش ما يخليش فضل. البلاد يعني توقف على رجليها، وهاد الناس اللي ما خدمولوش كما لازم يكذب. شوف انا نكذب وكذب كل من يقول باللي بوتفليقه ما حبش يخدم البلاد، نقولها ونعاودها، نكذب كل واحد من يقول شكون يمنعه باش يخدم البلاد. كاين بزاف يقول لك باللي ما جاي ينتقم. لا، شكون يمنعه بانه يخدم البلاد؟ يا صحته هو يا رئيس الجمهوريه، صحته ما تسمحلوش. دوك انت كي تعود مريض وحاكم الفراش هل تقدر تخدم؟ ما تقدرش، مستحيل تقدر تسير من بعيد. سيدة واحد واقف في 2005 السيده صالح، عفوا محمد، حتى لا نشخص النقاش. امس طرح السيد الامين العام لجبهه التحرير مطلب ترشيح رئيس الجمهورية لعهده رابعة. طيب معكم انتم في مجموعه 37 من يقف ضد العهده الرابعه، وهناك من ترشح يعني اقل ثلاثه او اربعه. انت الان اين يتجه موقفك في 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 قائمه الترشيحات والانتخابات القادمه؟ شوف، هو انا بالنسبه لي في إلحاح كبير باش نترشح، لكن أنا رافضة باش نترشح. علاش رافضة باش نترشح؟ باش ما نساهمش في تمييع الوعاء الانتخابي. أنا نقول حتى ولو كان السلطة غدوة تفاجئنا بمترشح نظيف، مترشح مقبول لدى الشعب، ما عندناش مانع نحن نعاونوا. احنا نقولوا احنا معارضة مناصحة، نتعاونوا على جالة البلاد، نتعاونوا خاصة الشيء اللي راه اليد الخفية اللي حابة دير لنا مشاكل في البلاد وترجعنا إلى عهد التسعينات. لكن كي تجي الجهة الأخرى وتجيب لك واحد كفء، يا أخي ديروا تنافس. قطب هذا يجيب واحد ما شاء الله عليه يمثل شعب حقيقي ودولة جزائرية عظمى، وهذا يجيب، وحنا نشوفوا نتوازنوا، حنا نشوفوا اللي نلقاوه أحسن وأكفأ ندعموه ونتحالفوا معاه ونمشي معاه. لديك اختيار؟ كحزب العدل والبيان لديك اختيار؟ مازال ما عنديش اختيار. شحال فهمت مليح مؤسسات الحزبية التي تختار؟ لا فهمت مليح، أنت ما تعارضيش النظام. أنا نعارض مناطق الفساد أو نقاط الفساد في النظام. محدودة محددة، قولي لنا وين هي بالضبط. وين يكون الفساد أنا نعرف. وين مثلا؟ وين يكون مسؤول ماهوش في المستوى نقول عليه هذا ما لازمش يكون وعلاه تحط؟ وين ما تكون ترقية الرداء نقول لي ماذا هذا المنكر في حق الشعب؟ سيدة صالح، راني نتكلم بوضوح. أما باش نكون أنا ضد النظام توت ان سيستام،
هكذا جلوبال مون تاع روحي هكذا كذا خطا. سيده صالحي احنا نذكروا الاخطاء ونقولوا صح، احنا نقولوا مناصحه. واش مالك المعامل المناصحه؟ واش هي تجي تنصح انسان، تنصح هيئه، تنصح نظام، تقول له احنا من حقي نتكلم معاك سياسي وتقترحي بديل. بديل لكن التغيير يكون بالتدرج. عم بالك احنا في 92 الذاكره، الذكرى فقط اسمح لي هذه الذكرى المشؤومه تاع ال11 وجماعه ما حبوش كي قلت ذكرى مشؤومه تاع لو 11 جانفي 1992 وجبت لنا بالله عليك بالعنف، يعني العنف مرفوض ومنبوذ من الطرفين. 11 جانفي استقالة الرئيس السابق رحمه الله شادلي بجديد، يعني لماذا تسميها باختصار مشؤومة؟ يعني إيه مشؤومة؟ لأن مباشرة دخلنا في عنف واش اللي سلكنا؟ تشوف المغرب راهي فاتتنا، تونس راهي فاتتنا. علاه؟ لانه هذوك 22 اللي عديناهم حتى كي زاد جا رئيس باش يحاول نحاولوا باش نخدموا معاه ما قدرش. سيده صالحي، معروف انه في السياسه، يعني في علم السياسه، رئيس حزب يسعى الى الوصول الى السلطه. انت قلتي منذ لحظات انك تعرضت الى ضغوط لتترشحين لرئاسه الجمهوريه. ما زالت الضغوط قائمه. يعني من ضغط عليك للترشح لرئاسه الجمهوريه؟ الحزب نتاعي، الحزب تاعي وعامة الشعب. يعني كل يقول يعني لي احنا عندنا مرة أخرى فيه. يعني مرة أخرى عندك اليقين بأن الشعب غاضب على الرئيس، وعندك اليقين بأن الشعب يطالبك بترشح. يعني هل كان جزء كبير من الشعب غاضب على الشعب لأنه يقول بلي الرئيس ما يقدرش يحمي البلاد الآن، ولازم يخرج من الباب الواسع، ولازم نشكروه ونترحموا عليه. لحظة، يعني حي نشكروه ونديروه كي لا توفى نترحموا عليه، وهذه أحسن حاجة يعني يديها لو سمحت. يعني هل يمكن القول أنه ممكن أن تترشحي للانتخابات الرئاسية؟ والله انا مبدئيا مانيش مع فكره الترشح. اني قلت لك انا ضد تمييع الوعاء الانتخابي. انا حابه نتكتلوا في جهه ونخليوا لي اول مره السياده للشعب، خلي الصندوق يتكلم. يعني ممكن ترشحوا قرايا بوعشة مثلا، مش عارف يعني من اعضاء شأنهم هم. هذا شأنهم. انا قلت لزملائي رؤساء الاحزاب، قلت لهم يا ريت لو كانت نزلتوا لبعضكم البعض وخرجتوا بمترشح توافق. يعني احتمال ترشحك قائم، زوج مرشحين على الاقل. لحظه، احتمال ترشحك قائم للانتخابات؟ انا بالنسبه لي انا شخصيا، مش شخصيا للحزب، اما ذوك الحزب نتاعي هو اللي راهو يضغط، مش انا، يضغط بشكل رهيب. لكن انا نقول لك 99.99% ما نترشحش. اللهم لا كان شفت الحزب تاعي راح يتشق بسبب هذه النقطه، هذا شيء اخر. طيب تفضل محمد. لا، على الاقل عندكم مرشح، زوج مرشحين في التكتل راكم دايرين. هو كان سيدي محمد اول، هو كما صدق الصحاح الاخ ماهوش تكتل، هو لقاء، هو لقاء مجموعه الاحزاب. هذه المجموعه كان على الاقل مرشحين، كان الجلالي سفيان وكان احمد بن بيتور اللي اعلن على نيته في ترشح منذ اكثر من سنتين. الان علاش ما تكتلوش حول، اما حول جلالي سفيان او اما حول بن بيتور؟ سؤال اخر يعني اللي كنت حاب نطرحه قبيل، فيما يخص انت راكي تقولي انا ما نعرفش السيستم، تعرضي بؤر الفساد وين كان مسؤول غير قادر على مسؤوليته، ولكن كان طرح سياسي اخر يقول احنا نعرضوا السيستم ما نعرضوش الاشخاص، لانه السيستم هو مجموعه، هو اسلوب حكم، هو افكار، هو برامج الى اخره، نعرضوا ما هو موجود كسيستم كاسلوب حكم نغيروه. اما الاشخاص انا ما يهمنيش، نعيمه صالحي مسؤوله في مكان فلاني، ولا عبد الكريم غزالي مسؤول في مكان فلاني، هذو مواطنين من حقهم يتولوا المسؤول. تفضلي يا سيدي. المشكل في السيستم وليس في الاشخاص. طيب طريق السيار، هل حاجه مليحه للبلاد ولا لا؟ حاجه مليحه. شكون اللي حطها؟ حطها رئيس الجمهوريه في النظام في العهده تاعو. الان المشكل وين؟ في التنفيذ، في الانجاز. هنا المعارضه وين تروح؟ تروح نحو من لم يحسن. هذا مش مشكل معارضه، هذا مشكل عداله. هذا مشكل عداله. لا، كرئيس كحزب من حقنا نحاسب. علاش هذا القائمون، لماذا القائمون على هذا الانجاز يخرج بهذا العدد او هذا المبلغ الكبير جدا، والامور النفقه غير وين نراها؟ على راسنا مشكل عداله. لا يا اخي اسمح لي، راه من حق الحزب يتكلم. اذا انا يعني نروح ندخل البرنامج ونقول هذه مليحه، هذه مش مليحه، هذه نزيدوا لها، هذه نقصوا لها، وهكذا. اما نرجعوا دركا الى التنفيذ والانجاز، نلقاو باللي قاعد ينجز هو اللي غلط. زيد من ذلك قال وعلاش هو غلط وانتم ما تحاسبوش؟ يلي من حقكم تحاسبوه. المشكل وين؟ على حزب العدل والبيان يؤكد على نظام برلماني تمثيلي حقيقي يحاسب هاد الناس.
هاول شكون اللي راك تعرضي في السيستم، تغير النظام، راك تغيري في السيستم. انت تقول، انت تقول النظام، النظام الحاكم، يعني انت تهضر على نوعيه النظام يعني. لا لو سيستم، السيستم هو النظام. تقصد، تقصد النظام كنظام بين ما بين حكومه، يعني حكومه. انت نتكلم على النظام كله، نظام الجزائري اللي هو القائم على تسيير الدولة الجزائرية بمؤسساته. قلت لك أنا لا أعارضه كنظام جلوبال. دولة سيدة، سيدة عفوا عفوا، كانت دولة جزائرية وكان السيستم. لو سمحت دولة جزائرية واحد ما يعارضها. لا لا لا، ما تكلمش على دولة، أنا عارفة النظام. سيدة صالحة، أنت إذا كنت تتكلم على نوعية النظام، من فضلك، من فضلك حاجة. يا سيدة صالحة، لو سمحتي، لو سمحتي، أنت رئيسة حزب، أنت المفروض أنك تحاسبين الحكومة سياسيا وليس قضائيا. انت هذا هو السؤال، يعني اذا كان هناك مشكل في 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 طريق السيار او في صنع تراك او في صنع الغاز، فانت تحاسبين النظام وتسائلينه سياسيا وليس جزائيا او قضائيا. هذا ما اقوله انا. طيب انت، لا انت الان تقولين هو يقول لي اذهبي للعداله، وانا قلت له انا رئيس حزب وباسم طيب الحزب وحاسبه تحملين سياسيا. تحملين الحكومه، ان تحملين الوزير، ان تحملين الرئيس، من تحملين المسؤوليه؟ انا هنا احمل الرئيس المسؤولية، لأنه هو الرجل الأول والقاضي الأول. ما تنساش باللي احنا في خاص كرانا في لامونارشي أبسولو، احنا رانا تقريبا. إذن هذا نظام لامونارشي أبسولو، ايه خاص كسي وانت تعارضي هذا النظام. هذه الطريقة أنا نعارضها كنظام، كأسلوب يعني كأسلوب. وعدم استقلالية القضاء جزء من النظام، جزء من أم النظام، أم هي مسؤولية أشخاص؟ وأنا ماذا قلت؟ قلت أعارض النظام في بؤر في 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 النقاط الفاسدة والخاطئة، بما في ذلك ما عندناش برلمان تمثيلي. هذا خطأ. هذا خطأ. ربما ما بين أجهزة الدولة والنظام السياسي الحاكم. لا أنا الدولة، ما فهمتش كلامك، لأنه أنا كتقول لي النظام، نهضر على الدولة، نقصد الدولة. الدولة ماهيش النظام. أما نوعية الدولة النظام، أما نوعية النظام فهذا شيء آخر. نوعية النظام ما دتناش اللي كان تقصد يعني أنه شبه رئاسي ولا رئاسي وبرلماني وكشي من هذا. نقول لك أنا باللي إحنا ماشي فقط رانا في الرئاسي ولا في شبه الرئاسي، إحنا رانا في الملكي المطلق. لماذا تقولين ملكي المطلق؟ لماذا؟ 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 نسميها أنا شبه الملكي المطلق. محمد، هذا النظام حكم. لا لا، عفوا 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 عفوا، لماذا لماذا تقولين عفوا، لماذا تقولين أننا في نظام شبه ملكي أو ملكي مطلق؟ إيه مش شبه ملكي مطلق. قولينا كيف يعني، لماذا لماذا لماذا؟ ألا تعتقدين؟ ألا تعتقدين؟ ولينا في طبقة حاكمة لا يحاسبها أحد، هذا هو المطلق. لانه كيعود ملكي دستوري، ملكي دستوري هنا تدخل محاسبه وتقول هنا هاي بريطانيا، بريطانيا راهو النظام تاعها برلماني ملكي دستوري، ملكي هناك دستوري. هناك هناك كاين حكم، كاين يتحاكم كل يغلط. هناك ملفات في العداله، يعني هناك ملفات في العداله. هناك يعني رايك انت، هناك سلطراك في العداله الان، هناك خليفه. شفت رؤوس العداله، شفت رؤوس رؤوس الملفات شتاها؟ انا لم، انت واقفه في المحاكم. قولي لنا انت، انت قولي لنا، هل هل هذه الملفات تدخل في اطار الحكومه؟ هي اللي تحمي هذا الرؤوس، الرؤوس لا تحكمها، مش الحكومه، الحكومه الحاكم، الوزير، الوزير. انا علاش دائما نقول ان ان شان ومنصب رئيس حزب اكبر من من منصب وزير؟ كيقولها جماعه، لان رئيس الحزب كيحترم نفسه. انا كي قلت اتنازل في حاله بخدمة للشعب، نتنازل باش نولي، باش نولي رئيس بلديه، ونتنازل باش نولي عفوا وزير عفوا في حال الضروره عند الحزب. لكن هذا هذا شيء اخر. لو سمحت محمد، انتهى الوقت. عفوا عفوا، رئيس الحزب محمد، قد الحزب تاعو محمد، محمد عفوا، سؤالي الاخير لانه انتهى الوقت. عفوا عفوا، مضطر مضطر محمد، لانه لم يبقى هناك وقت. سؤال بسيط يعني جاوبينا في بضع ثواني. أمس دعا 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 الأمين العام لجبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية للترشح لعهدة رابعة، وشاهدنا أيضا الوزير الأول يلمح بطريقة طبعا غير مباشرة لترشح رئيس لعهدة رابعة. ما رأيك أنت في 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 هذه التطورات الأخيرة؟ أنا نقدر نقول لك كاين أولا هذه الفئة اللي كانت تطالب بترشح رئيس الجمهورية ونقص منها واحد، شريف طالب شريف المترشح. ثاني شيء انه انا نعرف ايضا ان احد الوزراء هو رئيس حزب، قال انا ما بقاش طول حياتي ندير لي تيكاتا تاع شيتا. من ما بحثوا عنه. يبقى شكون اللي بقى؟ بقى مرغول وبقى سعيدان. هادو مالي مازالوا يهضروا، تقلد كلمه على سلال. سلال راهو راهو ما يقدرش يخرج على على الشاف نتاعو درك اوتوماتيكمون، راهو راه وزير اول. كيقول ما يترشحش بوت في بوت في لقاء، معناتها غدوه يروح. تحدثت عن شريف طالب، طالعين يعني شريف طالب كشخصيه سياسيه يؤثر في 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 الحراك السياسي في البلاد؟
باحترامي لشريف طالب والرؤساء الاحزاب كلهم. انا قلت لك برك انه نقص، بدات تنقص هذه المجموعه هذه، ولهذا احنا نكرر ونعيد وليس كرها في رئيس الجمهوريه المسمى عبد العزيز بوتفليقه، نقول له حبا فيه، حبا فيما حاول ان يقوم من خير الجزائر وما قدرش، احنا نقول له انسحب، انسحب ولا تعطي فرصه لاناس يحكمون باسمك ويسيئون للجزائر ولشعب الجزائر. عفوا انتهى الوقت، سمحوا لي زملائي سؤال بسيط في ثواني، يعني انت تقومين على او حزبك او انت على بعض الامور الدينيه، يعني انت ترتكزين على بعض الامور الدينيه في 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 في, في, في الاسلام او تفسير بعض الاسلاميين، لا يوجد مكان للمراه لان تكون رئيس الدوله او المسؤوله الاولى في البلاد، يعني الا تعتقدين بانك قد تسقطين في هذا التناقض لما تقولين أنني ممكن نترشح رئيس الجمهورية؟ لا هذا غير صحيح، تصحيح المسار. شوف الدين الإسلامي كاين الناس متطرفون يحبوا يستغلوه لمصالحهم سواء سياسية ولا ضد المرأة ولا شيء من هذا، هذا ضده. أنا نقول له اذهب إلى كان فعلا فقيه وتفهم في الدين وتعرف القرآن، وروح إلى الآية 97 من سورة النحل، تقول لك ربي إذا كان دار تساوي وسوى بين المرأة في العمل الصالح والإيمان، يعني بين المرأة والرجل ما في سورة الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للشهادة فيما يخص المال فهذا هو الجزء الوحيد اللي دار الرجل. ترين نفسك رئيسة للدولة الجزائرية وتقومين بواجبك على حسب ما يرى؟ شوف أنا لو كان نفرغ نفسي ونحط في راسي هذا الأمر نقول لك اني نسير الدوله وبالعدل. علاش؟ لانه حزبي راك تشوف لا تقيم لا تقوم دوله الا بالعدل، او لا تصح باش نقول لا تصح دوله الا بالعدل، ولا تصح الجزائر الا ببيان وبنود بيان او نوفمبر وظهر لي العنوان تاع الحزب. شكرا لك، شكرا لك سيده صالحي، شكرا لك سيده صالحي، شكرا لزملاء زميلي محمد ايوان وغنو عبد الكريم غزالي، واشكركم انتم كذلك. سيده صالحي امدكم حاكمين لحكم داير لكم راصدين لكم كلش. يا سيده صالحي ربما الوقت يداهمنا، سوف اختم هذا الجزء الاول بسؤال ربما شخصي لو سمحتي لي، ممكن سؤال محرج. يعني البعض يقول انه كثير من 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 ممثلي الطبقه السياسيه ايضا داخلون بطريقه او باخرى في هذا الجو غير الواضح في 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 الجزائر، ويتحدثون عنك شخصيا بانك مثلا تحصلتي على شقة وظيفية ورفضت إرجاعها للهيئة التي تملكها لأنك تحصلت على قرار من وزير سابق ورئيس حزب سابق اللي هو السيد أبو جرة سلطاني. هل قمت بتسوية هذه الوضعية بما أنك تطالبين بالعدل والشفافية إلى آخره؟ أي لو كان في عدل في البلاد ما نخرش أنا من الشقة الوظيفية. لماذا أنت الآن؟ لأني موظفة، أنا مازلني موظفة. أنت تمارسين رئيسة حزب وتمارسين السياسة. أنا يعني إطار سامي بهذه الوزارة، وبالتالي سلمت لي هذه الشقة مثل غيري. طيب. ولكن ومش أبو جرة سلطاني اللي سلمها لي باش نصحح لك المعلومة، سلمتها لي الإدارة اللي كنت نخدم معها، ولكن ودرك القرار عندي ومش ممضي خلاص من طرف سيد الوزير إطلاقا وما عنده حتى علاقة بها، ولكن لما العدالة تكون مش عدالة يدخل لك أمر وموقف يدخله لك في الخدمة نتاعك. أنا كي دخلت بالنسبة لقانون الأسرة، قانون الأسرة تترأيي صحيح أنا موظفة، جماعة خافت، لا اسمح لي، جماعة خافت.